أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، بنكمل مع بعض دراسة يونت 3 وهندرس النهاردة lessons 5 and 6. نبدأ بالكلمات كالعادة: happiness happiness سعادة، however however ومع ذلك، firstly firstly أولا، summarize summarize يلخص، tourist attraction tourist attraction عامل جذب سياحي، furthermore furthermore ألا وعلى ذلك، in addition in addition بالإضافة إلى ذلك، conclude conclude يختم أو ينهي، دي verb. بنكمل: introduce introduce يقدم، greetings greetings تحيات، language language لغة، situation situation موقف حياتي، adult adult بالغ، introductions introductions مقدمات، daughter daughter ابنة، repair repair يصلح أو إصلاح، invite invite يدعو، extra extra إضافي، contrast contrast تباين أو تناقض، builder builder عامل بناء، anymore anymore على الإطلاق، conclusion conclusion خاتمة، contact contact يتصل، contact windsurfing windsurfing رياضة ركوب الأمواج، result result نتيجة، هيسا هيسا ده اسم جزيرة في أسوان. كلمة formal اللي هو رسمي يقول لنا correct or polite for important situations، دي الطريقة الرسمية اللي بنتعامل بيها المواقف المهمة. informal correct for unimportant or everyday situations للمواقف الغير مهمة والمواقف العادية. conjugation of regular verbs عندنا become became become يصبح write wrote written يكتب. الجنرال نوتس عندنا في كذا كلمة لازم نعرف الفرق ما بينهم، in addition to بالإضافة إلى، ودي دايما بيجي وراها اسم أو verb plus ing، ما يخدعناش وجود حرف جر to هنا ونقول هيجي وراها infinitive، لا هو كل ده على بعضه حرف جر واحد in addition to. زي كان عندنا برضو كلمة تانية اللي هو look forward to، برضو بيجي وراها يا إما noun يا إما verb plus ing. In addition to being a trader, he works as a primary school teacher. بالإضافة لكونه تاجر هو بيشتغل كمدرس في مدرسة ابتدائية. نفس الفكرة in addition بس بدون حرف جر to، في الحالة دي بيجي وراه جملة كاملة، بيجي فاعل وبعد كده verb. نفس الجملة اللي فوق بس بشكل مختلف، he works as a primary school teacher. In addition, he is a trader. هو بيشتغل مدرس في مدرسة ابتدائي بالعلاوة أو بالإضافة إلى إنه هو تاجر. Furthermore، مع علاوة على ذلك، يعني قريبة جدا من المعنى برضو بتاع in addition to، بيقول إن بنستخدمها دي لإضافة معلومات أكتر عن موضوع ويتبعها جملة كاملة زيها زي in addition بس. In addition, furthermore بيكون جملة كاملة. For example، I will make our library looking exciting. Furthermore, the library will become a tourist attraction. بيقول أنا هجعل مكتبتنا تبدو مثيرة بالإضافة أو علاوة على إنها هتبقى مقصد سياحي أو مكان جذب سياحي. عندنا روابط تانية اللي هي however و but. however و but الاثنين معناهم مع ذلك أو بالرغم، طبعا نفس المعنى ولكن استخدامهم أو في حتة مختلفة. خلينا نشوف he is strong هو قوي، شايفين هنا but بتربط بتبقى جزء من الجملة كلها فبيجي قبلها كوما وبعد كده بنكمل الجملة عادي جدا. however ممكن بقفل الجملة الأولى في الستوب وبعد كده ببدأ however بكابيتال letter however وبعدها كوما وبكمل جملتي he can't carry the books.
ممكن however تبقى جزء من الجملة، بس لازم قبلها وبعدها يبقى فيه كوما. He is strong, comma, however، طبعا small هنا، however وبعدها كوما، he can't carry the books. إيه الفرق ما بين كلمة formal و informal؟ بيقول لنا ال formal language، اللغة الرسمية، اللغة الرسمية اللي هي ال official language، بيقول لنا when I send an email to a company، عندما أرسل إيميل لشركة، I write in a formal language، بستخدم طبعا أو بكتب بلغة رسمية. أما الـ informal language أو اللي بنقول عليها الـ unofficial language، لغة غير رسمية، I use informal language when I write letters or emails to my friends and family، بستخدم اللغة غير الرسمية لما بكتب جوابات أو إيميلات لأصدقائي أو لعائلتي. بيقول لنا في بعض الـ expressions أو التعبيرات كاتب الرسالة أو مقالة يقدر يستخدمها عشان نربط الأفكار مع بعضها، زي مثلا ممكن نبدأ كلامي بكلمة firstly أولا، أو ممكن أقول to start with أبدأ بيه، ممكن أقول كمان to conclude اللي هو للختام أو أختم بيه، برضو كمان أقول to summarize عشان ألخص كلام، أو to sum up برضو باختصار. عندنا الـ important expressions والـ propositions. نبدأ بالـ expressions الأول، give reasons for، nice to meet you، a friend of yours أو a friend of mine، صديق لي أو صديق لك، look old، look like يشبه، add extra information، give contrasting information، clean up، work on a project، have a rest، please can contact me، من فضلك اتصل بي أو تواصل معي. في الـ propositions بنقول introduce to، يقدم إلى، the problem with، مشكلة في، answer to، match with، in the same football team، at a community meeting، invite to، the front door to، treat with، in fact، introduce to، proud of. لازم نحفظ حروف الجر اللي بتيجي مع كل الكلمات ديت. وصلنا لجزء الـ skills وأول مهارتين اللي هي مهارة الـ reading and listening. نبدأ مع بعض، طبعا هنا في كذا حوار، نبدأ بأول حوار أو narrator number one، ده dialogue between فارس and عمر. فارس: Hi there عمر. ناخد بالنا الـ dialogues دي هيبقى فيها لغة رسمية formal language ولغة غير رسمية، فنحاول نخمن يا ترى شكل أو نوع الـ language إيه المستخدم. فارس: Hi there عمر. Hello فارس. Do you know my cousin Adam? No, I don't. Adam, meet عمر. عمر, meet Adam. Nice to meet you Adam. Nice to meet you too. أعتقد إن دي طبعا واضح من الكلام إن ده الـ informal language، لأن ما بين أصدقاء و family. طيب narrator 2 ده between Samira and Ola. Hi there, Ola. Hello, Samira. Have you met Randa? She's just started working at our office. لسه بدأ شغل في مكتبنا. No, we haven't met. It's a pleasure to meet you. Pleased to meet you too, Samira. برضو نوعا ما هنا language informal. Narrator 3, Sarah and Lamar. Good morning. I'd like to introduce myself. I am Sarah. I am your new neighbor. Pleased to meet you, Sarah. I am Lamar. And this is my mother, Mrs. Mansour. خد بالنا إن هنا السيدات في اللغة الرسمية بنستخدم الـ surname أو last name اسم العيلة، عشان ما بنستخدمش الـ first name في اللغة الرسمية، عشان كده Mrs. Mansour. Pleased to meet you both. It's a pleasure to meet you too, Sarah. Welcome to our neighborhood. أهلا بيكي في الحي بتاعنا. طبعا الديالوج ده كله formal language. طيب خلينا نشوف كمان هنا.
دي مسز ليلى والكلاس والفصل بتاعها. مسز ليلى: Good morning class. I'd like to introduce myself. I am your new teacher, Mrs. ليلى. Good morning, Mrs. ليلى. أكيد دي برضو formal language. Father and Hepa: Hepa, I'd like you to meet our new neighbor, Mr. Paher. Pleased to meet you, Mr. Paher. This is my daughter, Hepa. Pleased to meet you too, Hepa. برضو دي formal language, لغة رسمية. دايلوج كمان ما بين حمدي وباسل: Hi Basil, do you know my friend Ahmed? No, I don't. Basil, meet Ahmed. We're in the same football team. Nice to meet you too. Nice to meet you, Ahmed. Nice to meet you too. طبعا دي لغة غير رسمية. Informal language. طيب عندنا هنا قطعة تانية. Firstly, let me say how much we all love our children's library. However, it now needs some work. مكتبة أطفالنا كلنا بنحبها، ولكن دلوقتي محتاجة شغل. The children don't like it anymore. ما بقوش يحبوها because it looks old and it needs painting. We wanted to encourage children to use the library again. عايزين نشجع الأطفال يرجعوا المكتبة تاني. At our community meeting, we decided to improve the building. We wanted to invite you to help us. We got some ideas from the مشروع السعادة Community Project. إحنا عندنا أفكار من المشروع المجتمعي للسعادة. Sorry, you can see a photo of their work above. يقصد ده إن هما بيتهنوا الأماكن. بيكمل نفس الموضوع. Every year, a group of people go to Hisa near Aswan to paint the houses in colors of happiness. بيتهنوا في المشروع ده، بعض الناس بيسافروا للجزيرة هيسا وفي بالقرب من أسوان عشان يلونوا البيوت هناك بألوان السعادة. We are going to do the same thing here. هنعمل نفس الشيء هنا. It will make our library look exciting. Furthermore, the library will become a tourist attraction. تبقى عامل جذب سياحي. To conclude, we are looking for volunteers to help us plan and complete the project. If you are interested, please contact me. موضوع تاني. Firstly, let me say how proud we are of the castle in our town. فخورين بالقلعة اللي في المدينة بتاعتنا. However, it now needs some work. People love walking on top of the castle walls, but some of them are dangerous. بعض الأماكن فيها خطير. Also, some people leave rubbish inside the castle. At our community meeting, we decided to improve the castle. We are going to get some builders to repair the walls. بعض البنائين عشان يصلحوا الحيطان. Furthermore, children at the school are going to help clean up the rubbish. To conclude, we think that the castle is going to look amazing and will become a tourist attraction. عندنا قطعة كمان. One day, I saw a message on the notice board by the front door to our flat. شفت رسالة على لوحة الإعلانات. It said that Mr. Maher, who is very elderly, needed a new bench. محتاج مقعد جديد. The one he sits on outside his flat is broken. So I encouraged all my neighbors to help to buy him a new one. Some men delivered it this morning. Mr. Maher was very surprised when it arrived. Mr. Maher was very pleased by our kindness. Our neighborhood is very friendly and we like to help each other. عندنا كمان قطع. I'd like to say thank you to the young woman who helped me yesterday. I was walking along the pavement when I suddenly felt very tired.
I'm elderly, you see. A young woman saw me and greeted me warmly. She encouraged me to sit down on a bench and have a rest. It was so wonderful to be treated with such kindness. That's why I am so happy to live in this neighborhood. Our community is so kind and helpful. كله كلام جميل. طبعا جزء الاكسرسايز ده هيتحل في الهوم وورك ونعمل له تشيكين في النكست سيشن. وصلنا لتاني مهارة السبيكينج. طبعا هنا المفروض اتعلمنا من الدرس بتاعنا using formal and informal greetings، تحيات أو الكلام الرسمي وغير الرسمي. تعالوا نشوف نماذج للformal language. Hello, how are you? Pleased to meet you. I'd like to introduce myself. Goodbye. I'd like you to meet فلان، اسم الشخص. في الـ informal language مع الأصدقاء والـ family، Hi, hey, how's it going? Nice to meet you. How's your day? See you later. Bye. This is، واسم الصديق. في المهارة الأخيرة مهارة الكتابة، بيقول لنا هنا writing tips، نصايح للكتابة، وإحنا بنكتب بيقول لنا use words like but, firstly, furthermore, however, to conclude, etc. بنستخدم كل الكلمات دي عشان نربط الأفكار to connect sentences, ideas and paragraphs and to make the text you write more enjoyable. طبعا الروابط دي كلها بتساعد في تسلسل الأفكار. لو طلب مننا نكتب عن social network services page، صفحة خدمة شبكة التواصل الاجتماعي، طبعا الكلام ده يعني اوكي ممكن نقراه سريعا، بس هو متكرر من الدروس اللي ورا. At our community meeting we decided to improve the children's library building to encourage children to use the library again. We got some ideas from the مشروع السعادة community project. We are going to paint the library as they do in Hesa Aswan. The library will look exciting and will become a tourist attraction. We are looking for volunteers to help us plan and complete the project. دي كلها جمل من الدرس اللي ورا. طيب لو طلب مننا نكتب ايميل او an online message about the park، برضو عن مشكلة الحديقة، مشكلة مجتمعية. طبعا في الايميل بنبدأ to، والايميل address adam@gmail.com، from عمر@gmail.com، subject the park. طبعا هو المفروض ببدأ بدير او هاي فلان، وابدأ بجملة افتتاحية. How are you? I'm happy to write this email to tell you about مثلا the park. وبعد كده نبدأ الكلام مثلا اللي هو كاتبه لنا. Firstly, let me say how proud we are of the town park. However, it now needs some work. Nobody waters the plants and too many people walk in the grass. There is too much rubbish on the ground. طبعا كل دي مشاكل في البارك. Furthermore, the playground is old and broken. At our community meeting, we decided to improve the park. We're going to start watering the plants. We need a path so people don't walk on the grass. عايزين ممر أو ممشى يعني للناس تمشي عليه عشان ما يمشوش على العشب. We are going to clean up the rubbish and build a new playground. To conclude, we think that the park is going to look amazing and will become a tourist attraction. Yours, Omar. طيب في جزء اللانجوج عندنا او الجرامر عندنا استخدام بعض الروابط. احنا تقريبا الدرس ده كله روابط. عندنا because و so، طبعا because يجي قبلها جملة وبعد كده because، وبيجي وراها جملة تانية متكونة من subject و verb. طبعا because بيجي وراها السبب. Hebe doesn't like long pass journeys، مش بتحب رحلات الأتوبيس الطويلة. Because she gets poured، تشعر بالملل أو بتصبح ملانة. أما so طبعا العكس بتاع because، بيجي وراها النتيجة.
برضو بيجي قبلها جملة وبعد كده so وبعد كده برضو جملة كاملة من subject و verb. So has stayed up late. سهرت يعني. So she couldn't get up early. عشان كده ما قدرتش تصحى بدري. Which أو عموما كل ضمائر الوصل سواء بقى who أو that أو where أو when كل دي ضمائر وصل بتربط برضو جمل، بس هنا which بيقول لنا بستخدمها لربط جملتين الفعل أو المفعول بها غير عربي. The Egyptian football team beat Brazil 3-0, which was a surprising result. كانت نتيجة مذهلة. نحل الجزء الاكسرسايز على اللانجوج دوت، وطبعا الجنرال اكسرسايز على الدرسين بتوعنا يتحلوا في الهومورك. طبعا آخر حاجة مهمة اللي هو الباراجراف بتاعنا A review on a community project، مشروع مجتمعي. ممكن نتكلم عن البارك مثلا لو، أو مكتبة الأطفال Children Library، أي مشروع مجتمعي نقدر نستخدمه في الباراجراف. وبكده خلص درسنا النهاردة، أتمنى يكون كان سهل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير لكل الفيديوهات عشان أصدقائك يستفيدوا. أشوفكم فيديو قادم ودرس جديد إن شاء الله. سلام.